بيحصل في عامل الرابط الهيدروجيني، هيدروجين بوند محمول عليه، اللي هو يخلي الالياف العاديه بتاعت الورق العادي اللي احنا بنستخدمه تلزق مع بعض من غير اي ماده لاصقه. بيحصل ده بالظبط في نبات البحر. وده كان اول واحد طبعا اختار هذا الموضوع، انه المواد ما تلزقش بالمواد الموجوده في المواد العضويه في الجدول. ثاني مرحله بقى بعد ما تخلي اول مره بنكون ثاني مره في الفضل الثاني برضه نسيبه لمده 24 ساعه ونرجع ثاني ونغفله على الترابيزه الثانيه هنا هو برضه بنفس الطريقه. وبعدين في الفضل الثالث نبص نجد بقى زي ما احنا شايفين اول مرحله هنا هو ده لسه ما اتغفلش، ده اول ضفله لسه الجهد عالي، انما هنا هو يبتدي بقى يخلص. لما يبتدي يخلص نعرف انه بقى ابتدى يطرى وابتدى يبقى قابل علشان ان احنا لما نحطه مع بعض ونلبسه يبتدي يندمج مع بعض ويطرى. هنا بقى نشوف بعض التغير حصل في البرد. التغير ده ازاي؟ انه لو نبص له ضد الضوء نجد ان احنا نقدر نشوف الضوء كمان. يعني ينفذ الضوء لكن طبعا ما بنشوفش، يعني ماهوش ترانسبيرنت، ماهوش شفاف، لكن نقدر نشوف الضوء. طبعا في الحالات الثانيه ما نقدرش نشوف. وبعد كده هو تبتدي يظهر ينزل تحت. هنا هو بقى نعرف ان ده دليل على ان الفرد اصبح قابل للتصنيع في الورق. المرحله الثالثه اللي بعد كده هو ان احنا بنحسن الورق. القدماء المصريين كان حجم الستاندرد اللي موجود عندهم اللي هو 30 سم في 40 سم، فبنبتدي نقطع على الترابيزه دي بعض الشرائح على 30 سم، بعض الشرائح على 40 سم، ونحزمهم في حزم زي ما احنا شايفين ان هو ادي حزمه بتاعت 30 سم، وادي حزمه بتاعت 40 سم.